السلام عليكم. أنا تونسي، نعيش في ألمانيا من 2012، خليت امرأة أصلها من الأوكران، عندها جنسية ألمانية. 2012 2014 عدينا حياتنا نحلم ونحبو في العالم، وحياتنا كانت كلها حب، كلها أمل، وكلها مستقبل وبرشا رومانسية. عشنا حياة منعرفش شنو نجم نسميها، ياسر ياسر قوية وياسر عالمية وياسر رومانسية، ونحبها وحبيتها. واليوم كنت تسألوني على شخصيتي، أقول لكم راني حبيتها بعد اللي عملته فيها الكل. أقول لكم راني حبيتها. 2014 مارس، 17 مارس 2014 تولد بنتي. بنتي سميتها أملي. أملي هي الأمل، هي الحب، هي الراحة، وهي كل شيء. كنت 7 أيام في الجامعة ما نرتاحش، مرتي كانت رافضة إنها تخدم، وعمرها ما حبت تخدم، وعمرها ما خدمت، ما تعرفش شنو معناها الخدمة. عشناها من 2014 حتى 2015، من كبرت بنتي عملت عام، كانت حياتنا عادية. مرضت مرتي بالمصرمة الزايدة، عملت عملية، روحت للسبيطار اتقلبت ما رص عليهاش، تهمتني تهمة خايبة ياسر منجمش نحكيها. وهي قالت هذي، قالت لي أنا شاكة فيك عملتها، أنا تونسي وما نعملش شيء هذا، وخفت. ورغم لي هذا الكل مش تحكيت سري من براطة مشتلة في ألدورف، ونسكن نسكن في ألدورف بعد نمبرك، أنا نسكن في نمبرك. مشيت للبراطة مشتلة وحكيت لهم، قلت لهم راني مرتي شاكة في عملت كذا وكذا، وأنا نخدم 7 أيام في الجمعة، وراني مرتي لا تنظف لا تسيح لا تطيب لا تعمل حتى شيء، جوست تحب كذا فلوس. أنا نخدم 7 أيام في الجمعة، من وقت الجوب متاعي ناخذ فيه 1700 يورو نتو، مني بنجوب ناخذ فيه 400 300، معناها سالي بوك باش تخدم سوايع، معناها نصور فيه 2000 يورو في الشهر. هي كانت تاخذ في 1000 1200 يورو في الشهر. حتى اليوم اللي جاتني قالت لي تحب تاخذ شهريتي الكل، انا رفضت وما حبيتش نعطيها. كيفاش يا مرا نعطيك شهريتي؟ انا نخدم 7 أيام في الجمعه وانت ما تخدمش. قالت لي تعطيني شهريتي كي ما تخرجش للدار. تعرفنا ومن وقتها بدات المشاكل. مرة تعاركنا قالت لي نوعدك وعد شرف انك يا تموت يا اما تروح لتونس يا اما تشد الحبس. ما خفتش الحقيقة، ولكن الشيء اللي صبرني واللي خلاني نقعد ونصبر بنتي أملي. أملي جبت بنية ياسر مزيانة وياسر محلاها ونحبها ونموت عليها، وكنت مستعد نضحي بكل شيء على خاطرها. أكتوبر استنى لحظة، مش منكذبش عليكم، مش نحكيلكم الحقيقة. سبتمبر أكتوبر ولا أكتوبر نوفمبر 2016 مشيت لبراطة مشتلة في ألدورف في موسكو. هذه السيونكس براطة مشتلة معناها نتاع نتاع سواليزون، معناها نتاع الكوب اللي عندهم مشاكل وعندهم صغار ما همش متفاهمين وعندهم مشاكل، فهمت. مشيت لهم قلت لهم راني انا مرتي بيكون مانيش مع كلاس وزعم وعندنا برشا مشاكل، مرتي ما تنظفش ومرتي ما تعملش وكسيتيرا، وراهي البوليس شاكة فيا اللي انا عملت في بنتي هيك هكا. وراهو بالنسبة لنا احنا في تونس، انا تونسي مسلم ومن الجنوب التونسي، معناها من عمق الجنوب التونسي، انا من جربة. وعن الشيء هذا تابو بالنسبة لنا ما نحكيوش فيه، معناها وكان إنسان يوصل يعمل الشيء هذا بالنسبة لنا نحن لازم نموت. وأنا اليوم في 2018 4 عظام في 2018، لو كان واحد يجي يحكي لي يقول لي راهو فما شكون عمل في بنته هكا ولا هكا، الحكم بتاعي ديريكت نموت إعدام.
وانت كده مشيت للجراحة ومشتلة وحكيت له الحكاية وتعاطف معايا في اللون من عمود الحكاية اللعب ونزلني اليوم انت قام طول اليوم انت عملت كعبات في اللعبة وخرجوني من الدار عملت لقيت روحي في الشارع الحمد لله عامل شوية فلوس خليت أوتيل قعدت جمعة ولا 10 أيام في أوتيل وبعد سكنت تحت عباية دلمار تحايل عليا سرقوني في فلوس بقيت حد من بعد راح التركي الله يرحمه وجيه يدبر لي دار خليت الدار هذه سكنت فيها اللي أنا ساكن فيها تو دخلت بعضي ما عادش نعرف أنا دخلت في شوف السلالكم صعبت علي الدنيا دخلت بعضي وليت نتصرف إنه صعب مانيش واعي بالشيء اللي نعمل فيه بلغتنا كمان إذا دخلت في هيك وقت اللي فقت لقيت روحي مخر ياسر ولانتون مش موجود كلش بالحديث معناها في النهار في النهار نضرب وندافع ونخدم ونطلب في مندوب حماية الطفولة ونطلب في كذا وكذا وكذا ونخدم أما نروح بالخيمة ما نجمش نعيش بالشعب ما وليتش على الكوري كما ما نجمش زي النوم بلاش الكو علاش تغريت إن هذا أنا فيك نوع من فيبري ما بس أفريل ماي جوان جويليا معناها من فيبري حتى لجويليا عيشة صعيبة مثل ما رميت تعبت حتى حد ما فهمني حتى حد ما حس بيا كلمت فما ناس في تونس في ألمانيا ربي يسامحوني فما ناس في ألمانيا سوى النظام معناها تابعين وزارة الخارجية والبيروات هذوما يتلهوا بالناس بالتوانسة اللي عندهم مشاكل في ألمانيا كلمتهم حكيت معهم الإجابة بتاعهم كانت بنتك ألمان ويخضع للقانون الألماني ما عندنا على شيء ما نعمله لك أنا اليوم تونسي عندي 48,000 أورو ديون مبلع ميت معناها نخدم نصور في 2200 أورو في الشهر نخلص في كده 750 أورو في الشهر نخلص في انتهال 500 أورو ونخلص في كده دي بلعتولي مرتي معناها بلعتني فيه المرأة اللي كنت مأخوها في 540 أورو معناها ماكلتي ودخاني ومانيش خالط لكن عمري ما طلبت مساعدة مادية معناها قعدت نخدم وقعدت نحاول مش نخلط اليوم بعد عام كنت عندنا عشنا معناها أنا ومرتي تعاركنا وضربنا وضربتها وضربتني وعملنا ونمت الفكرة ومحاكم كذا واشتيت بيا والقضايا اللي اشتيتهم بيا اللي قدمتهم معنا بيا فيها من 15 سنة حبس مينيمال القضية الأولى اغتصاب القضية الثانية محاولة قتل القضية الثالثة محاولة اقتحام منزل معناها بال معناها اني حاولت اقتحم الدار بتاعها وكسر الباب ونقتلها معناها المحامي بتاعي كان يراه بيلعبوا على 15 سنة حبس قلت له مانيش خايف وما خفتش وما روحتش وحاربت وواجهت اليوم انا خليت حقي بالقانون لكن اليوم انت قمت في المانيا تحب ولا تكره والله مرتي بالمكان لكن عندها الجنسية الألمانية إذا زرعها بالسيف متعبين أنا ما عشان ماشي أسكن في تونس أنا كل يوم أنا كل يوم أروح للدار يا إما نشرب يا إما نتكيف يا إما نرقد معناها تعب ما نحبش نحب حتى حد يعاوني ماديا الناس اللي تسمع في الفيديو وما عندهمش فكرة مانيش مستحق فلوس لا نخدم وعندي زوز أخدم ومترسم في الأخدم الزوز ونلوج على خدمة ثالثة وما صعب باش نخدم أما جربوني برحمة أمي مثلكم هذا عدل هذا قانون وين بلادي كلمت البيروات اللي صاهرين على التوانسة اللي يعيشوا لبعضها تعرف اش قالولي قالولي بلادي كرمان وانت تونسي ما عندنا ما نعملوش سلم أمرك لله اصبر انا اليوم اخر غزة حضرتنا حر 19 ديسمبر المحكمة حكمت لي انا
لحمة عينك هي ديجا سامحوني فوتكم الكلام ده، أنا حكايتي طويلة ومعقدة وفيها برشا مشاكل. المحكمة في الصيف أنا في ماي جوا حاجة في هكا عينة إكسبير، قلت أخت هذا عمل الإكسبرتيز بتاعه وعطى الريزول بتاعه الإكسبرتيز بتاعه نهار 19 ديسمبر اللي فات، وقال المرأة هذه راهي بتشيش شحال مريضة نفسانية، وراهو اتهم اللي اتهمت السيدة ما تمش منها، معناها أنا اتحرمت من صغاري 9 شهور ما شفتهمش ما يعرفونيش. بلاش اسكب، وما لقيت وقفت وقلت لهم لا، وضربت بالبوني على صغاري 9 شهور ما شفتش بنتي. على فكرة أنا وقت اللي خرجت من الدار بنتي عمرها 3 سنين، وفرتي مازال كي ولدت عندها 20 يوم اللي ولدت لبنية ثانية. بعد 9 شهور قبلت شقابلي قبلتني في البيرات وبشتغل في عالدورف، هما الناس الكل كانوا خايفين من الرياكسيون بتاع بنتي خاطر ما تحكي لها في برشا كلام عليا. بنتي شافتني تعيط وتصيح يا بابا راني بوحشتك، بابا يشرب ليش فمست، بنتي ما تحكيش بالعربي تحكي بالألمانية تفهمي شوية عربي، قالت لي بابا يشرب ليش فمست وبيسكاز لي وباسو مرمى. قلت لي علاش خليتني يا بابا؟ اش هكا فوق باش نجي نلعب الفيديو نحكي في الفيديو نفسخ، اما ما عادش تدش. انا اليوم كل يوم بنموت، كل يوم قاعد بنموت. انا اليوم في داري وغلوة ماشي في كلينيك فمي مريض. اليوم شفت بناتي وبصت وعنقتهم. أبا تعملوا بزية عاودوني، ما حبكمش تعاونوني بفلوس أبا 50 ولا 48 ألف يورو اللي الدولة الألمانية تحبهم مني باش أخلصهم زومي زوم أنا هكا ولا هكا. بابا ما تخليونيش أبا، أنا اللي تعبت ما عادش باش علاش بلادنا ما نقفش معانا؟ ما خليناها البلاد، انا قلنا لهم خذوها البلاد وخذوا الدستور والقانون والمجلس والنواب واللي تحبوا الدوبة سيبونا نعيشوا، اما بيني وما اقل حاجة دافعوا علينا احميونا. انا نتوانسة بين المرة عبالة من بشر راهو قسما بالله الشيء الديسكريمناسيون اللي عشتها التمييز العنصري اللي عشته راهو شيء وقف المخ. والله قسما بالله اليوم مريض عشان بش انا تعبت عشان بش وفي برشا كيفي فما برشا كيفي برشا برشا، اما حتى مبقاش يا خبري تو نعيشوا في البلاد هذي ولا نخدموا نخلصوا في الالات بتاعنا نخلصوا في شطوية ولا بو اللي تحبوه انتوما باللغات الكل، يعني علاش يكرهونا علاش ما يحبوناش؟ علاش بلادنا ما تحبيناش؟ علاش احباك؟ اوا سامحوني راني ما عادش نجم، راني صبرت 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 حتى ما عادش نجم. أبا النجم يعاون يعاون أبا يرحم والديكم، أنا ما عادش نجم.